السلام عليكم، شلونكم شباب؟ صحتكم وعافيتكم اموركم؟ طبعا بالبداية لازم نصلي على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم عندنا طريقة زراعة الورد الصباح من الأقلام. عندنا هذا قصة منه، شوفوا هسه اخذه هناك، هسه راح اجيبه زرع هنا بهاي، نقصهم نقصهم وكمل. اقصهم وكمل ننظف الاوراق وارجع لكم بعد ما كملناها التنظيف. راح نبدي نغرسهم، نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما كملنا ماله، يعني نقع مرشوشة ما ترش مرة ثانية ماله.